مرحبا حبايب رموشة، كيفكم؟ من كم يوم كنت نزلت بوست وطلبت منكم تكتبوا لي كلمات بلهجاتكم وأشوف لو حفهمها وأعرف معناها. وصراحة الكلمات كانت جد صعبة بشوفها مثل اللغة الصينية، وأكثر شيء لاحظته هو المعاني، يعني نفس الكلمة بتختلف معناها من دولة لدولة. وصراحة لما شفت هذول الكلمات الصعبة ما قدرت أعمل التحدي، فقررت إني أتراجع على الفكرة وما أسوي الفيديو. بس لآخر لحظة أرجعت عن قراري وقلت ليش ما أجرب، وحتى لو ما عرفت الكلمات حتعلمهم معكم، وقلت لازم أسوي التحدي ويلا نبتدي. وأول الكلمات خاشوكا، يمكن خاشوكا أو خاشوكا، أكيد أعرف هذه الكلمة. الخاشوكا هي معلقة، مثلا أعطيني خاشوكا يعني أعطيني معلقة، صحيح ولا جبتي العيد؟ ركي يمكن بطيخ أحمر، أنا حقول الكلمات وإنتوا صححولي. بزونة هي يمكن بسة أو قطة. قنفة أو قنفة، ما صراحة ما عرفت أنطقها، بس على ما أظن هي أريكة. البنكة وهي المروحة اللي على السقف. وعلى فكرة إحنا بالمغربي عندنا هذه الكلمة ومعناها البنك يعني مصرف. طلي يمكن خروف، أحس حالي ما أنطق كويس الكلمات. صلعة اللي أعرفه إنه صلعة يعني ما في شعر، يعني بنقول شخص أصلع ما عنده شعر. لو كان عندها معنى تاني اكتبولي وسامحوني، حسيت إني ورطت حالي بهذا التحدي. ولما أنت مو قد التحدي ليش عملتي؟ ما أعرف، يمكن حبيت أجرب هذا التحدي. هبيلي تهت، ويش ده حد يترجم لي؟ ويش ده؟ أنا أعرف إنه هبيلي يعني مشتقة من أهبل، يمكن مجنون أو شنو، ما عرفت ولا كلمة. قلت لك لو ما قد التحدي ليش عملتي ليش سويتي؟ أوكي حكمل. وأخيرا كلمة سهلة، كوزينة يعني مطبخ، عيان يعني تعبان، فرشيطة شوكة يعني الشوكة، مغرفة عرفتها بس ما أعرف اسمها عشان أشرحها لكم هحط صورتها. وعشان الجزائر والمغرب يتشابهون في اللهجة فهمت كل الكلمات. وعلى فكرة إحنا والجزائر عندنا نفس الثقافة ونفس اللهجات، وعشان كده أنا أحس إنه الجزائر بلدي الثانية. وأقولكم من هذا المنبر أحبكم يا أحلى متابعين يا أهل الجزائر. أكمل، شارجور يعني شاحن، كونكسيون يعني شبكة إنترنت، كليماتيزر يعني مكيف. هذه الكلمات بالفرنسي، وعشان احنا والجزائر عندنا كلمات كتير ما بين الفرنسي والعربي فحتلاقون كلمات كتير كده. قنقرة ورقاد ولوطو صراحة ما عرفتهم. على فكرة في كل لهجة بنلاقي كلمات ولهجات مختلفة ما نفهمها. مثلا احنا في المغرب عندنا مثلا اللهجة الشمالية، كمان الحسانية، الأمازيغية، وكل واحدة فيهم مختلفة تماما وما أفهمهم بالمرة. يعني لو حد يتكلم معي مثلا أمازيغي والله ما أفهم عليه ولا كلمة، أحس إنه يحكي صيني ولا ما أعرف. ونرجع نكمل، فيزيتا يعني زيارة، ستاد يعني ملعب، كمان هذول الكلمات فرنسي، فإحنا كتير كلمات نقولهم يعني فرنسي ونحولهم للعربية. مثلا الأسبوع إحنا نقوله سيمانة يعني مشتقة من سومان بالفرنسية، وكمان ستيمانة بالإيطالية، فهذول الكلمات أصلهم مو عربي. بوليطة صراحة ما فهمتها بالمرة، اكتبولي شو معنى هذه الكلمة. بوطو يعني بوطو، بظن إنه عمود، على خاطرك يعني زي ما تبغي. لاتاي يعني قامة، أتاي شاي. طيب حتى قلت نجحت بالتحدي وطلعت لي هذه الكلمة، انت جمعتي لي كل اللهجة الجزائرية، بس الحمد لله حسيت اني عرفت كتير كلمات. جزمة حذاء، وجزدان اظن انه حقيبة، حفاية والله ما فهمتها بالمرة. انا طلبت منكم تكتبوا لي كلمات سهلة، اكتبوا لي شنو معناتها بالتعاليق. طنجرة يعني اللي نطبخ فيها يعني حلة، مو هيك؟ واو حسيت اني عرفت الكلمات كلهم، ما فهمت بس كلمة حفاية. ما شاء الله عليك يا رموشة. لا شنو هذا؟ لا بس ححاول اعرف كل الكلمات، انا رموشة الحلوة الفرفوشة.
أفلح يمكن ذهب يعني راح، أرقى يعني شوفه تلا أظن يعني تلال وكده، صرت أخبث. هنية يعني حلوة بنقول لا لا أكيد خربت كل شيء. اكتبوا لي بليز المعاني بالتعليقات وما تزعلون مني. شارجور يعني شاحن، جارور يمكن صندوق صغير أو شيء يحطون فيه أشياء، مو متأكدة من الكلمة. تخت أسهل كلمة، سرير. عفون أمشو يعني شيء معفن، والله ما فهمت، أحس حالي ما أفهم شيء، ما أفهم شيء. يزن عص عص. الشاطة يعني فهمتها فهمتها، يمكن مصاصة. والله صار حلمي أعرف كل الكلمات وتأكد إنه عندي نقص كبير في اللهجات. جدولة يمكن جدول ولا شنو، قاشوكة معلقة، طاقة مشمخ، كلمات صعبة ما عرفتها بين مرة. مغرف يمكن معلقة، ساشي يعني كيس، موس سكين، طابلة طاولة، طنوبيل يعني سيارة، قرعة قنينة، مغرف. هذه الكلمة اتكررت كتير ومعناها يمكن معلقة. فرشيتة بنقول الشوكة، فرطاس سيناريا، صراحة ما فهمتهم بالمرة هذول الكلمات. الهضرة يعني كلام. فقوس يمكن هذا اللي يشبه الخيار. دلع بطيخ. كرتون ايه عرفته عرفته، هو هذا اللي بالصورة. موتو اظن انه دراجة نارية. محفورة شنو يعني شيء محفور، ما فهمت. قنبة او كرويطة اظن انه حبلة. قنصور ما عرفته صراحة، يمكن نوع من النبات مو هيك. وسنك او سنك ما عرفتها بالمرة، وكمان ما عرفت حتى انطقها. بابوج يمكن حيداء، حفاي ما عرفتها. كلينس 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 اظن. منادي، شاف شاف ما عرفت. طنشو يمكن تجاهلوا. صحن غويط يعني عامر. هذا المثل احنا نقوله على الشخص اللي يكون مخبي جواته كتير وما تعرف بشو يفكر، فاحنا بالمغربي نقوله بيرو غارق. لقيا والله ما عرفتها، اكتبوا لي بالمعنى، اكتبوا لي المعنى بالتعاليق. شونك سنو هيجي، والله ما فهمت ولا كلمة، فهمت بس ليش يمكن لماذا. وأخيرا شيء أفهمه، هذه كلمات بلهجتي المغربية. شرجم نافذة، بيت نعاس، غرفة نوم. باي إلى اللقاء. كوزينة يعني مطبخ. كرموسة تين. رأس درب فهمتها بس ما عرفت أشرحها، حقول يمكن بداية الحارة. الجوقة يعني مجموعة من الناس. الحريرة وهي الشربة مغربية من أكثر الأكولات الشعبية المشهورة واللي أنا أحبها شخصيا. تيتيز بنات جميلات، يعني أنا رموشة تيتيزة. الحومة هي الحارة. قارو سيجارة. كوكوتا يمكن طنجرة الضغط. أزهلها صراحة ما عرفت أنطقها كويس بس عرفتها، هي أترك الأمر علي. نشبة هي لزقة. ما عليك زود يعني ما عليك زيادة، وهي بتكون رد على كلمة ونعم. يعني مثلا أنا ححاول أشرح عشان أفهم أنا كمان الكلمة، يعني أظن إنه لو حد قال لك أنت جميلة بتقول له ما عليك زود، يعني أنت أحلى وأجمل بزيادة. اكتبوا لي لو شرحتي المعنى صحيح أو لا. حبايبي حاخدكم فاصل عشان تعبت من كتر التفكير في الكلمات. يلا تشوفوني العزومة البسيطة اللي سويتها بالبيت. وأول شي عملت هذا الكاب كيك اللي أعشق، وصراحة أنا أعشق شي اسمه الكاب كيك، خصوصا بالكراميل. و
ورجعت لكم. في تعليقات طلبوا مني تحدي آخر وحبيت الفكرة، قالوا لي أحكي مغربي سوري وعراقي. فبالنسبة للمغربي فهو لهجتي الأصلية، سهل ما لقيت مشكل. السلام حبابي الغاليين، كيف دايرين؟ كنبغيكم بزاف وانتم اللي منورين القناة ديالي. السوري اتعلمت شوي من المسلسلات التركية المدبلجة فأحس شوي سهل. كيفكم حبايب رموشة الغاليين؟ تقبروني يا فنزاتي الغاليين، عيوني لإلكم. والعراقي صراحة أحس مرة صعب. أنا أحب هذا البلد كتير بس لهجته أحسها كتير صعبة، وححاول أحكي بس ما أعرف لو كنت أحكي صحيح أو لا. صحولي. شلونكم حبايبنا؟ أحبكم وأموت عليكم. حاولت صراحة بس ما عرفت. وهوب وخلص تحدينا، وخلصنا التحدي، وأكيد ما نجحت لأنه كتير كلمات ما فهمتها، بس استمتعت بالفيديو وحسيت أني تعرفت على كتير لهجات حلوة. اكتبوا لي أنتوا بالتعالي كل الكلمات اللي ما عرفتها عشان أتعلمها. وحبايبي فيديو اليوم خلص، أتمنى يكون عجبكم، ولو حبيتوا ما تنسوا تضغطون على زر الاشتراك ولايك عشان نكبر عائلتنا. وأحبكم يا أحلى عائلة.